النهارده انا جيت زست علشان اعمل 3 ساندويتشز اوبشنز فور لانش بوكس عشان اكل العيال الصبح. براون توست، مايونيز، بس مش كتير قوي. للي بيحب شويه حراق فممكن نحط ده نقطه تغننه مش كتير. اند ذن وي جو فور ذا جرينز. جالي على الجروب بتاع المدرسه بقى، طب انا ليه اقوم الصبح اعمل كل الحاجات دي؟ مالها الكريه؟ كريه حلوه بس ساعات بالعيال بتزهق، يعني وي هاف تو ميك حاجات مختلفه. يعني ذس از اي تركي ساندويتش، والمره الجايه هعلمكم ازاي تعملوا التركي كول كاتس هوم ميد. اوكي، المره دي ما كانش عندي وقت قوي. دلوقتي هنعمل ذا سكند ساندويتش، هنعمل روست بيف. الروز بيف بيحب الماسترد، ولو في ماسترد فيها سيدز، بس في ولاد ما بتحبش السيدز عشان كده وي جو وذ ذا فلات. حتى البينوت باتر في الساندوتش اللي جاي بعد كده، ادم بيحبها كرانشي ومالك بيحبها كريمي. طبعا ليه مزاج شويه فبعمل حاجات في التوستر، فمش عايزه الماميز تكرهني علشان يضطروا يعملوا الحاجه في التوستر فتسخن فيستنوا تبرد ويحطوها في اللانش بوكس عشان ما تبقاش من ماي مايا. بعد ما اطلع الساندوتش من التوستر لازم نحطه على الكاتنج بورد خشب، تحط مناديل عشان العيش بيبقى سخن قوي، لو حطيته على اي حاجه ساقعه هي ماي مايا كده. اللي قال لي ساندوتش ده واحده صاحبتي، شيز اوستراليان، وكنا في لندن ورايحين بيكنيك، وكان يوم 25 ديسمبر وكل الناس اجازه فمفيش اماكن ممكن تاكل فيها، فعملنا ساندوتشز. وبعدين قالت لي بقى ده بتاع الباور، ايه هتعملي ايه؟ فقالت لي بينوت باتر جام اند تشيدر تشيز. هذا هو اللانش بوكس بتاعنا، فتو ساندويتشز بينوت باتر، حطيت هنا يا جماعه بيكلز عشان يعني انا ولادي بيحبوا البيكلز، وشويه بيريز فاكهه، اند ريدي تو سكول. تان 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 تان.